يقول أعمل في طلب العلم أو أسعى لطلب العلم خلال سفري، ثم يطرأ علي بعض الأشياء وأترك الجدول حال انشغالي، هل يعد هذا من عدم الجدية؟ إنسان لك عذر في عدم حضورك أنت معذور، أما إذا كان ما تحضر من باب التكاسل فهذا نقص، هذا لا شك أنه نقص وزهد في طلب العلم، فعليك أنك تترك هذه العادة، تجد في طلب العلم، طلب العلم يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حضور.